سيدي متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم في كل مكان، وكل عام وأنتم بخير. إلى ثاني مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، النسخة رقم 57 من تاريخ هذه البطولة منذ أن انطلقت في العام 64. الهدف الأول في المباراة، لاعب قوية رأسية، مرة جول، جول أول يأتي الآن لفريق كايزر تشيفز، ركنية رائعة أسكنها الشباك إريك ماتوهو يسجل أول هدف الفريق الجنوب إفريقي من جملة رائعة من ركنية. جاء الهدف بعد أن ضاعت فرصة خطيرة على لاعب عود إلى الدور ربع النهائي من هذه البطولة للفريق الجنوب إفريقي. هذه كرة في الأمام، توهو، الكرة في الأمام ومحاولة الآن من ميكي سوني، يا ولد استلم لكن طالت الكرة، هجمة الآن التمريرة من جانب ميكي سوني، خطيرة المحاولة الآن لسيمبا، ممكن التعادل لكن في اللحظة الأخيرة. مونديال جنوب إفريقيا 2010، هذه كرة في الأمام لنوركوفيتش، يقول لرجل اتلعبت ركنية على حدود منطقة الجزاء، بواليا بيحاول يجرب مناسبتين عالية في الأمام، خطيرة ممكن هدف تاري لكن مرة تعدت للأمام دانييل أنطونيو كاردوزو. كرة الثابتة في منتهى الخطورة للفريق الجنوب إفريقي، دانييل كاردوزو راح على القائم البعيد أمام الأهلي، ميكي سوني بالقدم اليسرى الموزمبيقي لكن تركها ميكي سوني، وتسديدة لكن بلوانجا عادت إلى باركر مرة أخرى من جديد، عرضية عاليو غريبة وعجيبة، وكان هناك راية، كان هناك راية على نوركوفيتش. نسخة هذه كرة خطيرة، جول تاني يأتي الآن لفريق كايزر تشيفز بضربة رأس سمير نوركوفيتش، يضيف الهدف الثاني بضربة رأس نوركوفيتش، يسجل تاني هدف كايزر تشيفز، كايزر تشيفز 2 سيمبا التنزاني للشيء في الوقت اللي كان بيستعد فيه أحد اللاعبين البدلاء للنزول كبديل لدوم ساريزوما، ياتي هدف مباغت الان لفريق كايزر تشيفز. انطلاقه خطيره من جانب ميكي سوري هل يعادهم من جديد لاجواء المباراه، انفراد وكورتيرينيون خضع طبعا لفرنسا، دي كره في الامام خطيره بمحاوله تاتي الان من جانب نوركوفيت الدولي الموزمبيقي وافضل لاعبي فريق سيمبا التنزاني، يلعب كرة بالأمام يا ولد، عرضية خطيرة لقب هذه البطولة على أنه هذا الدور هو دور الحقيقة الثالث، هل يأتي الآن الثالث نعم الثالث لنوركوفيتش، الضربة القاتلة تأتي الآن من جانب نوركوفيتش، ثنائية في هذه الليلة لنوركوفيتش للاعب السربي، سجل الأول صنع الأول وسجل الثاني والثالث، وأصبحت النتيجة الآن 3 لكايزر تشيفز لا شيء لسيمبا التنزاني.